بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين الحديث عن واحده من الصور البلاغيه التي وردت في القران الكريم وفي سوره ال عمران تقول هذه الايه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير هنا المقطع الذي يمثل الصوره البلاغيه في هذه الايه القرانيه هي قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه القران الكريم استعار صوره مما تعارف عليه البشر انه في حياتهم العاديه هناك طوق يوضع في الاعناق واين هو هذا الطوق هو عند النساء عاده من الحلي يستعمل القران الكريم اراد لهؤلاء البشر ان يستفيدوا من هذه الصوره المتعارفه عندهم وينقلهم الى تصور صوره اخرى هذا ما يسمى بالاستعاره انه استعاره صوره من اجل بيان معنى هذه الصوره لا تتحدث عن طوق الدنيا صح هي استعاره الطوق في في الحياه الدنيا صوره الطوق في الحياه الدنيا استعارته ولكنها تتحدث عن عالم اخر ما هو هذا العالم قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. القرآن الكريم يتحدث عن الطوق الذي سيحصل في يوم القيامه. طبعا بناء على التفسير الذي يقول بان هناك طوق حقيقي سوف يوضع في عنق هؤلاء لا كلام هنا لان الصوره طبيعيه وصوره حقيقيه. ولكن الكلام ياتي بناء على انها صوره مجازيه وفيها استعاره لعمليه الطوق في الحياه الدنيا للتعبير عن حاله معينه في الاخره سوف تحصل هذه الحاله تقرب الينا من خلال صوره طوق الدنيا من هم هؤلاء الذين يطوقون انهم البخلاء لاحظ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله اين يبخلون البخل هو عدم الانفاق فيما ينبغي ان يكون فيه انفاق حال ينبغي ان ينفق فيها هو يمتنع عن ذلك الانفاق ما هي الحالات المتعارف عاده ما فرضه الله سبحانه وتعالى من انفاق مالي على الانسان كالزكاه والخمس يمتنع الانسان عن ان ينفق ما يجب عليه انفاقه او ما ينبغي له انفاقه هذا العمل سينتج في يوم القيامه طوق ما هو الطوق الذي يحصل في يوم القيامه؟ لك ان تتصور القرآن لم يذكره ولكن انت تصور ان هنا حاله سلبيه قد قام بها اشخاص هذه الحاله السلبيه جزاؤها سلبي بالتاكيد اذا ما هو الطوق الطوق اما ان يكون من نار يعني ان النار سوف تحيط بهم وتطوقهم واما ان يكون هناك طوق اخر يعني ان الطوق ما هو الاخر مثلا ان هناك صوره سلبيه ستطوقهم في يوم القيامه هذه الصوره السلبيه لا نعرفها بالدقه ما هي هل هي السمعه ان الله سبحانه وتعالى سينادي عليهم بان هؤلاء بخلوا بما اتاهم الله من فضله ولم ينفقوا ما ينبغي لهم انفاقه ولذلك تطوق تطوق هذه السمعه السلبيه السيئه تطوق اعناقهم فكانها طوق هنا اللطيف ان هناك تضاد في الصوره الطوق في الحياه الدنيا عاده طوق حلي عاده المراه يسمى عندها بعض الحلي بالطوق صوره جميله الطوق لكنها استخدمت فيما يضادها في الاخره لتقريب الصوره وهذا ليس هي الحاله الاولى التي يقوم القران الكريم بالاستفاده من صوره ايجابيه في الحياه الدنيا أو صورة جميلة إلى صورة سلبية في يوم القيامة ينقلها إلى صورة سلبية في يوم القيامة آآ مثلا في قضية آآ سورة آآ تبت يدا أبي لهب وتب في جيدها زوجة أبي لهب في جيدها حبل من مسد عادة في جيل المرأة حلي المرأة تضع في جيدها وفي يدها حلي لكن القرآن الكريم قال في جيدها حبل من نار من مسد اعطى صوره سلبيه لهذا الذي يطوق الجيد هنا ايضا لعلنا ان شاء الله اذا وصلنا الى الصوره البلاغيه في سوره المسد نتحدث عن ذلك هنا في سوره ال عمران استخدم الطوق وانه سوف يكون في يوم القيامه طوقا سلبيا طوقا سيئا طبعا بناء على ان الطوق المقصود به هو الحلي، واذا كان الطوق لا، المقصود به كل ما يمكن ان يطوق رقبه الانسان او يطوق الانسان، فهذه الصوره عامه ليست فيها صوره سلبيه ولا ايجابيه، لكن القران اراد منها في يوم القيامه صوره سلبيه، فلذلك القران الكريم نقل ذهن السامع والقارئ للقرآن نقل ذهنه من الصوره المتعارفه استعار هذه الصوره التي في ذهنه صوره التطويق الذي يحصل للانسان في عنقه او في مكان اخر استخدمها واستعارها لصوره اخرى هي الصوره التي تحصل في يوم القيامه فهنا القرآن الكريم اعطانا هذه الصوره الرائعه جدا في نقل المعنى الذي اراده الى ذهن السامع وانه استعار حاله طبيعيه في حياه الانسان نقلها الى ما يريد بيانه ان هناك تطويق سوف يحصل للانسان في الاخره. طبعا ما هو الشبه في التطويق هنا وهناك؟ هنا اراد الانسان ان يطوقه المال ويكون المال طوقا وحليا له لكن القران قال ايضا سيطوقه في يوم القيامه ولكن ليس تطويقا ايجابيا وانما تطويقا سلبيا فيا ايها الانسان الذي تمنع الحق الذي في مالك تمنعه من صاحبه وتريد ان تطوق نفسك به في هذه الحياه الدنيا سوف يطوقك في الاخره هناك سوف يتحول الى طوق من نار او الى طوق معين تجر وتسحب به في نار جهنم فلذلك ساءت الصوره صوره المال الذي يبخل به الانسان ساءت صورته في الحياه الدنيا لهذه الصوره التي سوف تحصل في الحياه الاخره كل ذلك من اجل العبره ومن اجل تحقيق الهدف الاساس الذي من اجله نزل القران وهو هدايه الانسان والحمد لله رب العالمين